Gilbert, yes, we're listening to you. You start. Okay. And then you have feedback. Okay. Not judging, but if you want, en conclusion, in conclusion, what I did. English or Arabic? تحليل الخلاصة الخلاصة. Arabic. Bear with me, man. No shway. Okay. يعني حسيت شغلي. You know when. بتحس انه there's something that has been taken away from you and something that you lost takes away a big part of you. هلا it's not الغلط انه واحد يضله تحت بس the good thing is to be يعني get back on your feet and keep pushing to the limit and taking it to the limit. So that's kind of what I did. All this is philosophy. I took it to the limit. Evaluate yourself. I took it to the limit. شو يعني Was it a good performance? Was it a bad performance? It was a fair performance. ليش؟ ليش؟ ليش ما كانت a good performance? It's ما بدي أقول good عن حالي أنا ما بحب أحكي هيك بس it was a fair performance. احكي عن details. Details. يعني بشو كنت مرتاح بشو ما كنت مرتاح بشو بتعتبر حركة عملت منيح بشو بتعتبر ما عملت منيح. To be honest, إنه last week comparing last week and this week. The 2 weeks before and this week, ما كنت مرتاح مع جسمي, مع 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 my مع my movements, مع. امبارح أو قبل؟ The قبل. Okay. امبارح was one of the few times I felt free, like before, like I used to sort of get on stage and keep moving, even though it's small moves, but I know my limits. I don't want to overdo it. I just want to be there. I want to grab the moment. There's Mexican people dancing around me. I'm doing a Latin song and I felt the character, I lived it. فما بدي أعطي number أو شيء بس I think it was one of the few times that I was comfortable. Like back in the days when we started, the times that I was very comfortable. Any comments, Ayan? لأنك من المرات القليلة اللي كنت برضو باكستيج كتير مبسوط ومرتاح كتير. Thank you. كتير كتير فطلعت بنفس ضليت بنفس ال situation وأنا عم بحضرك يعني حسيت حالي هيك عم بطير. إنه عن جد هيك it's very relaxing كان فحبيته كتير يعني أكثر المرات اللي شفتك مرتاح على الستيج أنا سارة هو بيعرف حاله إنه في بمناطق زحط فيها فعم تحاول تلاقي عذر حتى تقول إنه هذا الشيء مناسب للمستوى اللي أنا وصلت له آخر شيء ما عندي نفس الشيء اللي قدمته من قبل كانت أقوى بكتير فقدت السيطرة على بعض حركاتك ضيعت بالنفس قدمت الرقص أكثر ما تقدم الغنى فضاع الغنى معك شوي نفسك صار مبين على المايك إنه تعبت يعني صار الجمهور إنه بس بده تخلص الغنية بس بده تخلص الغنية مشان ما تخربت يعني كل العالم صارت مشدودة معك بس اجمالا كان تابلو كتير حلو بس انت مستواك اعلى بكثير من هذا اللي قدمته كنت كونتينيوينغ اللي قلته ساره ايه بس اللي ضايقت منه امبارح هو ماي بريثينغ ان ذا اند في شيء عملته في شيء عملته معلش دادو نفس الشيء كثير ضايق مهندس الصوت كنت قاعد حدا منه كان انا كثير كنت عاجبني بصراحه وحركاتك كثير حلوه وانت بتعمل جو قبل ما تطلع يعني بتفري حالك بتعمل حركات وكذا بتطلع بتكون مبسوط بس في شيء عملته كثير غلط انه صفرت عملت صفيره قويه طلعت ديستورشن كثير عملت او هيك عملت او يعني شيء هيك فطلعت ديستورشن كثير على بال فما بعرف كان غلط انه تعمل هيك هذا الموضوع بس هيك بس بشكل عام كثير حلو اسمع اوكي جيلبير التابلو على بعضه كان حلو جدا برضو مش مستوى حاجات تانية كتير بس اللي لاحظته قوي واللي حسيت ان انا يعني اتضايقت فيه في الاخر هو عيون جيلبير وهو بيغني وواضح ان هو تعبان من نفسه يعني شايف في the expressions on your face يعني كنت ببص كده في السكرين وكنت شايفه انت مبتسم بس متضايق من نفسك كانت عينيك بتقول لي ده في التلفزيون كده متضايق وما شفتش ده ولا شفت ما حسيتش بكلام ده كله بس انا حسيت
فجأة في آخر مش عارفة فيرس ولا إيه في الأغنية حسيت بالتنشنة وحسيت إن عينك ما بقتش تضحك زي أول الأغنية. بس في الآخر أخدت نفس والأغنية كملت لحد الآخر والتابلو كان حلو جدا بس not the same level as حاجات تانية كتير. أحمد التابلو كان يعني شفت حاجات لجيلبرت يعني Phantom of the Opera انا كنت مبسوط يعني كان نفسي ابقى بغني انجليزي لاني عارف لو انا في الكاركتر دي عشان هو عملها هو ونسمه حلو. فمن الحاجات اللي جابر خلاني اقول يا ريت لو بغني انجليزي كنت ابقى في مكانه يعني كانت من ادائه حسيت ان انا هعمل حاجات. امبارح كنت حاسه يعني عادي يعني اكتر مره يعني اكتر منطقه امبارح حسيت الانرجي بتاع جابر هو لما سال عن كريستي الاغنيه كان الانرجي عادي لكن طلع في انرجي حتى في العين طلع لما تسأل سؤال وهو بيتكلم في انرجي بتاع جيلبر اللي احنا عارفينه اللي هو كان الأغنية كانت مش زي حاجات كتير تانية يعني اعتقد ان هو ما كانش متضايق في يوم اكسنت عن الغنى فانا اعتقد انه من يعني من اقل حاجات شفتها لجيلبر البرايم اللي هو غنى فيه الاغنيتين مع اكسنت هو ده لان كان في حاجات اقوى بكتير. انا التابلو ما شفته من الاول بس من الناس اللي كتير بنبسط بس يحترم بتابلوه هو جيلبير لانه بحسه كله على بعضه يعني كاريزماتيك. طبعا يعني باللي قدمه زمان ما كان بالمستوى المطلوب يعني امبارح وانا لما سمعنا هون الغنية وعملنا معها جو فكرت يعني فكرت لي عمله هون حيعمل اكتر يعني على ستيج لانه الاغنية انت قلت له انه ما في حدا يسمعها بيصير يرقص لحاله لانه مشهوره كثير الغنيه هو كمان كان حبيبها قوي ما كان مرتاح يعني بالدرجه انه جيلبير كان في يعمل يعني في كان في يطلع على اللي يعملون زمان بس ما كان مرتاح بس انه كانه جنرال انه حلو طبعا. اوكي جيلبرت انا ما حسيتك مرتاح. There were moments where you were comfortable, other moments you were not. مشكلة النفس بدك تحلها أنت ما حدا بيقدر يحل لك إياها يعني. بدك أنت تشتغل على النفس. You do exercises of breathing and counting and بفتكر صار فيك اللي كانت سارة خايفاني منه بالرأس والغنى which normally أنت ما بيصير فيك هالشي. So maybe it is the يلي قلت لها لسارة تنتبه منه يلي هو الانفعال. So you know what انفعال is? Overreaction? No, it's the involvement, emotional involvement. When I'm doing something physical and the emotional involvement tops it, I can lose control. This we have to be very aware of. لا I had to rehearse it. يعني هون كمان بفتكر غلطك انه probably ما عملت rehearsal لكل الاغنية ورا بعضها مع الموفمنتس تبعولك. صرت اعمل لاول جملتين ثلاثة لهالبارت يعني بس نعمل مسرحية اذا ما بنعمل run للمسرحية عدة مرات ما بنعرف شو بصير فينا بالاخر. اذا سودت runs and tech runs are very important. وللأغنيات كمان run و tech run. تتذكر شو قلت لها لسارة؟ قلت لها سارة بديك تتمرني عليها تتشوفي قديش فيك ترقصي وقديش فيك تدبكي وتغني بعدين. So I have to live it fully alone مش تحت على المسرح. هون بفتكر you lacked rehearsals لأنه what you showed us down was not what you were working on here. The comedy stuff? No. The energy. The work that you've done physically here, when you showed me something, was not the same thing you showed down. This was the overrated one. Before the overrated. You did it normally, and then you did it over. Okay. So, I think كان بدا rehearsals أكتر. بدك تشوف شو يلي ما كان مريحك. It was not your best. It was not your worst. you have. I didn't say it was the best. I said it was like a comeback compared to the. Yeah. Like.
You need to work more, definitely. And you need to be in control of your breath and of your voice. And they are connected. It's very important. وهذا الشيء أكيد بيتطبق للكل الكل الكل. نعم. جابر أنت مع شيء لأنه ولا لا؟ بشكل عام ولا قالوا الأستاذ ولا لا؟ إنه إيه it's بس بارحة كان حكيك غير. بارحة كنت رايك فوق بالسطح. قلت لي بالسطح بروف. قلت لي إنه هالبرايم كتير أبدعت فيه أنا ما بعرف يعني أنا. It was a comeback. أبدعت فيه لأني وحسيت إنه أكتر شيء. بالنسبة لا. بالنسبة لي. وهلا. لا better than the 2 weeks. Definitely better than previous week and. أحسن من ال 2 weeks. انتبه. ما فينا نقارن مع الفونتوم مثلا. انتبه. الإحساس يلي بيكون عندكم إيه أول ما تطلعوا من المسرح والليلة نفسها غير إحساس بس تقعدوا طيل النهار الصبح يلي بيترك نفس الإحساس بيكون عايش بأوهام لأنه نحن ظاهرين وبعد معنا الإنرجي تبع الناس والإنرجي تبع المسرح الإحساس يلي منحسه كتير عالي بيكون وكتير كبير ما بنكون بعد اطلعنا يلي عملناه بموضوعية ها بدنا وقت to step back a bit and then منبلش نقيم بس الإحساس بوقت نفسه مش هيك ولا مرة بتعطي comment ل performer دغري بعد ال performance ما بيقدر يستوعبها مش يفهمها يستوعبها أجي كمان في أمرار بالبرايمات السابقة ما بكون أنا محضر ما بكون محضر مثلا كتير فبطلع على المسرح وبعمل شيء كتير حلو بتقلي أنت عملت شيء كتير حلو ومرة بس عم حطي كتير عم بطلع بتشكل تكون سادة يمكن حكينا فيها هيديك المرة دقدو هيدا الصدق يلا مين مسارة بس الصدق ما فيك تسوقره That's why you have to work بكرة أمي أنا عم بسأل أسئلة يعني ما في بعدك عالم بدنا نعرف الكومنت روقي وميمة روقي 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 هيك دائما روقي شوي شوي أسألك عن شيء شو غنيتي أنا ونصيف كيف طلعت هلا بنحكي بس تطلعي بدي اطلع نسمع ورح تطلع نسمع ورح تطلع انت ما هذا اللحق بس بلم بلم لا لا رح ضلني تنمرق كلنا شغل بالي مين بعد فيه شكرا بس بعد فيه انتو 2 3